مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. نزل عندنا تحديث جديد تطبيق تليجرام، التحديث برقم 964. هذا التحديث للتليجرام نزل لنا ميزة جديدة اللي هي ميزة الستوري. حبيت أشرح لكم عن هذه الميزة، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو لا ينسى يدعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك لايك ويفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد من عندي. والجديد على قناتي اسمها برلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والايفون ومشاكل الايفون وايجاد حلول لهذه المشاكل. في البداية حتى نحدث التطبيق بصورة صحيحة وما يصير خطأ بي، امشوا على الخطوات اللي اشرح لكم عليها وخلي نبدي خطوة خطوة. نحدث التطبيق بصورة صحيحة، بالبداية راح ادخل على الابل ستور وادخل بالعلى انزل الشاشة الى اسفل، راح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندي التليجرام وهنا نزل عندي الانشوت. فالتليجرام التحديث برقم 964 كاتبين اصلاح الاخطاء، لكن نزلت بميزة الستوريات. كيف راح نحدث؟ قبل ما نحدث لازم نروح على الاعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، تأكد التحديث اخر تحديث، بعدها راح نروح على مساحة التخزين. هاي المساحة الكلية 128، المستخدم 88، الفرق بيناتهم لازم يكون عندك أقل شيء بين 10 و30، ما يصير تتحدث وأنت عندك أقل من 10. والمحذوفة أفرغها مؤخرا. راح أجي على التليجرام، التليجرام عابر 1 جيجا، قبل ما تحذفه راح تروح على البيانات والتخزين، راح تدخل على استخدام التخزين، مسح التخزين المؤقت، كل شيء ما راح ينحذف من عندك. بعدها راح نروح على الإعدادات، هذه المساحة راح تقل. هسه تشاهدون الآن خلي أحدث، أني ما عندي أي مشكلة. الآن كمل التحديث، أدخل عليه مثل ما تشاهدون ظهرت عد الكل. هنا قصتي، للأسف هذه قصتي ما راح تشتغل عد الكل. لو دخلنا هنا فقط تفتح الأرشيف ما موجود، لو دخلنا بالأعلى ما ينطيك هنا أي خيار. للأسف هذه الميزة تكون حصرية فقط لمشتركي تليجرام المميز، فقط تليجرام المميز راح يقدر ينشر القصص. ولو رجعنا إلى الوراء راح تشاهدون علامة موجب، لو دخلتوا عليها مكتوب نشر القصص حاليا فقط متاح لمشتركي تليجرام المميز، للأسف ما راح تقدر تنشر مميز. يعني بكرة إن شاء الله وبعد بكرة راح أشترك بالمميز وأنشر لكم القصص، أعلمكم الطريقة. أما حتى نتأكد من أنه شغلنا مضبوط راح نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على مساحة التخزين، راح نشوف كم صارت مساحة التليجرام. مثل ما قلت لكم كانت تقريبا 1 جيجا وشوية، الآن شوف كم صارت المساحة. ندخل ننزل إلى الأسفل راح تشاهدون التليجرام صار 500 ميجا، يعني تقريبا 1 جيجا صارت إنه هذه المساحة ضافت إلى المساحة الغير مستخدمة. وكل ما تزيد المساحة الغير مستخدمة الهاتف يشتغل بصورة صحيحة. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا، ادعموا رجاء قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة. نقطة واحدة كلش مهمة ضروري ترجعون إلى التليجرام، ندخل على التليجرام، نروح على مكان جدا مهم لازم الكل يدخل عليه دائما اللي هو الأجهزة. هذه الصفحة جدا مهمة، تتأكد انه ما في جهاز ثاني داخل عليه، لان مثل ما تعرفون تطبيق تليجرام يسمح نفس الحساب ينفتح باكثر من جهاز، جهازين او ثلاثة. يعني اذا وديت تليفونك على مصلح ممكن ياخذه وللأسف يفتح حسابك عنده، وشكو شي صور او فيديوهات او كتابة ترسلها هو راح ياخذها عنده. وللأسف بعض الاحيان الناس ما تعرف وفي واحد دا يتجسس عليهم وياخذ المعلومات مالتهم. فاتمنى ادخلوا على هذا الرابط، عفوا على هذا المكان، وإذا في جهاز فقط اعملوا إنهاء جميع الجلسات الأخرى. تحياتي لكم، مع ألف سلام.